السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرلي دوكوزن صنف أورانجي لبي. إخوتي طلاب الصف التاسع الأحبة، وأخيرا وقع الأسد في الفخ. سنوندا أصلا تزادشتو، لكن أنقذته فأرة. أما نوبير فأرة كورتارد. ما هذا؟ عما سنتحدث اليوم؟ بوندر بونون كونوسو نادر، هنجي يكونوا هكذا كونوشجاز. ما رأيكم؟ هذا الأسد، هذه الفأرة، تقوم بإنقاذه. الآن سنتكلم عن المصل والفبل والفرق بينهما. نحن مع الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة بدايتها من ها هنا. الصفحة كم؟ هذه هي. مصل وفبل. ما هو المصل وما هو الفبل؟ المصل القصة التي تقال للعبرة ويكون فيها أحداث غير طبيعية. الفبل أيضا قصة تقال للعبرة، يكون فيها أحداث غير طبيعية وقد تكون على لسان الحيوانات. نقرأ التعاريف من الدرس. أولا، ماذا يقول في البداية؟ أنا أحب أن أقرأ أول صفحة من كل، لأنها تعطي مفاتيح الدرس. مصل ترنون جنال أوزان لكلاري. مصل ترنون أنواع المصل جنال أوزان لكلاري، نوع المثل خصائصه العامة. فبل ترنون جنان أوزان لكلاري، خصائص الفبل العامة. أداة بالاتش أنلم يظن نقطلما، يعني هذا أسهل شيء، هذا أسهل شيء. علامات الترقيم أداة بالاتش، الأدوات والروابط. أنلم التعجب، يظن الكتابة، ونقطلما علامات الترقيم. مصل فبل يزما أشامالاري، يزما أشامالاري خطوات الكتابة. دينلما تورلاري وإتكيلي دينلما. دينلما تورلاري أنواع الاستماع، وإتكيلي دينلما إتكي تأثير، إتكيلي مؤثر، دينلما استماع والاستماع المؤثر. أنواع الاستماع والاستماع المؤثر. هذه قصة قراءتها مفيدة وجميلة، لكن إذا قرأناها فلن نكمل الوحدة إلا بفترات طويلة. لذلك نقرأ فقط مصل بلانا، خطة المصل، كتابة المصل. هذه هي الخطة. عندما نكتب مصل، ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها؟ عندما يكتب مصل حكاية للموعظة فيها أحداث لا طبيعية خارقة للعادة، قصص حيوانات وما إلى ذلك، نتبع هذه الخطوات. 1، 2، 3، 4، 5. 5 محاور لكل مصل. المحور الأول اسمه دوشما، المحور الثاني اسمه سيريم، المحور الثالث اسمه دوم، المحور الثالث اسمه تشوزم، المحور الخامس اسمه ديليك. ما هي هذه المحاور؟ ما معنى دشما؟ حتى نحفظه جيدا نقرأه قراءة. مصل بلان، خطة كتابة المصل، القصة التي تقال للعبرة. مصلار دشما سريم دوما دوم باردون دوم تشوزم وديليك بلوملارين دن أولوشور. تتكون المصل، تتكون الحكايات من الدشمة والسريم والدوم والجزم والدليك فقط. ما معنى دشمة؟ دشمة دين لي جنين الجسي تشكما أمج. دين لي جي المستمع، الجسي اهتمامه، تشكما سحب، أمج هدف، تشيان التي تحمل. دشمة تكرلما، تكرلما ذات الكلمات المتكررة المتشابهة التي تشبه الشعر أو هكذا. هي ما هي الدشمة؟ هي التكرلما
يعني الكلمات المتشابهة مثل كان يا مكان، مثل في قديم الزمان وهيك، مثل هالكلمات تكرم اسمها. شوف يعني في تكلمات كتير، خيط حرير على حيطان خليل او هيك، هذه الاشياء اسمها تكلمة، كلمات متشابهة توضع وراء بعضها. هي التكلمة أماجت أشيان تحمل هدف، أي هدف؟ دين لا يجنين الجسي تشكمة، دين لا يجنين المستمع الجسي اهتمامه تشكمة، سحب يعني لفت انتباه المستمع، أماجت أشيان التي تحمل هدف. هي التكلمة التي تحمل هدف لفت استماع، لفت انتباه المستمع. بلوم دور القسم، شو هو القسم؟ شو هو الدشمة؟ هو القسم اللي فيه كلمات متناسقة هدفها لفت انتباه السامع أو القارئ. الآن هو يتكلم مثلا من خلال القصة التي جاءت في الأعلى رأيناها لكن لم نقرأها. هذه القصة مر فيها تكلم، ما هي التكلمة التي في الأعلى؟ تساكوشو مسادندا، في قصة تساكوشو أولدوغيبي كما رأينا أفل زمان إتشيندا، في قديم الزمان كالبور سمان إتشيندا، داخل كالبور سمان، سمان هو بقايا السنابل القمح أو هكذا. جيبي كالبلاشمش سوزلر باشلر، جيبي مثل هذول الكلمات، كالبلاشمش يعني كلمات أخذت قالب، هذا القالب باشلر تبدأ بها القالب، كلمات تبدأ بكلمات قد أخذت شكل القالب. سريم الجزء الثاني من المصل هو السريم كما رأينا. ما هو السريم؟ تساكوشو مصلندا أولدو جيبي، مثل ما شفنا بقصة تساكوشو كما رأينا في قصة تساكوشو. كيشيلر تنتظر، يتم التعريف بالأشخاص، كيشيلر الأشخاص، تنطمك تعريف، تنتظر يعرفون كما رأينا في قصة تساكوشو يعرف الأشخاص. بير مملكة بريندا، بير مملكة، مملكة بريندا في أحد، في أحد الممالك، أو بير مملكة بريندا أحد الممالك. جيبي إفادلر كهذا، كهذه التعابير أولاريا جيريش يبولر، يعمل مدخل إلى الحوادث، يعني القسم السريم كما نقول له نحن، العرض يعرض لنا المكان للأشخاص الذين سنتكلم عنهم في القصة، ويكون هو المدخل إلى الحكاية. بعد السريم تأتي الدوم، ما هي الدوم؟ ما هي الدوم؟ العقدة. أولايلر جاليشير، تتطور الأحداث، تشطشما أورتايا كونور، تشطشما الخصام المشكلة، أورتايا كونور توضع في الوسط يعني وتظهر المشكلة. إيلر وكتولر بوبولوم دا بير بلير جين لشير، إيلر وكتولر بوبولوم دا، إيلر الجيدون وكتولر والسيئون، بوبولوم بوبولوم دا في هذا القسم بلير جين لشير يحددون، يحدد الأشخاص الصالحون والأشخاص السيئون. olayın ayrıntılarına girilir. Olayın ayrıntılarına, olay hadise ayrıntılar tafasil girilir yudhalu. Ve yudhalu ila tafasil el ahdaf. Merak duygusu yoğunluk kazanır. Merak duygusu, merak el fudul duygusu, atifetu el fudul yoğunluk kazanır. Tektesibu kesafe yani yakva fudul el kare. Olaylar hızlanarak çözüm noktasına yönelir. Olaylar, الأحداث hızlanarak تتسارع çözüm noktası, noktat el hal yönelir ve tetteceh ila noktat el hal. تتسارع الأحداث وتتجه القصة إلى نقطة الحل. كل قارئ وكل سامع بيقول ماذا سيحدث عجبا؟ ماذا سيحدث؟ يا ترى ماذا سيحدث يا ترى؟ تساكوشو مثلا ده في القصة التي وجدت في أعلى الموجودة في الكتاب. Kuşunun sulun kızı kanatlarının arasına almasıyla gelişen olaylar doğum bölümünü oluşturur. Fil kıssa lati fil a'la kuş tasakuşu ta'ir li huve tasakuşu ismi ta'ir sulun kız bint li ismi sulun kanatlarının arasında beyne cenahayhi kanat cenah kanatlarının arasında beyne cenahayhi المصيلة بأخذه بأخذه للفتاة بأخذ الفتاة بأخذ الطائر للفتاة بين جناحيه
جليشان أوليلر: الأحداث المتطورة بأخذ الطائر للفتاة بين جناحيه دوم بلومونو أورشترور تكون عقدة القصة. في القصة التي في الأعلى، عقدة القصة تتكون من خلال أخذ الطائر للفتاة بين جناحيه. جزم، يعني كلكم تعرفون ما معنى جزم من مادة الرياضيات. جزم الحل. بعدما تتعقد القصة وتشتبك الأحداث وتظهر المشكلة وننتظر الحل، يأتي الحل. دوم بلومندا في قسم الدوم ماذا يحدث؟ بليرجين لشان تطشما بو بلومدا إيلرين كزنمس وكتولرين جزالان درلمسي لا تشزلر. تشزلر تحل. في الجزم تنحل القصة. كيف تنحل؟ كيف تحل القصة؟ كيف تحل الحادثة؟ دوم بلومندا بليرجين لشان تشطشما. التشطشما المشكلة بليرجين لشان التي توضحت وظهرت بشكل واضح. بوبلومدا في هذا القسم إيلرين كظنمص، إيلرين أصحاب الخير كظنمص ربحهم فوزهم، وكتولرين جزالندرلمص، كتولرين أصحاب الشر جزالندرلمص معاقبتهم إلى جزالندرلمص إلى تشزولور تحل. يعني تحل القصة عبر فوز أهل الخير وخسارة أهل الشر. تصا كشو مصلندا في قصة تصا كشو أوه ددا الجد، أوه اسمه ددنين سلون كزن ديليني، سلون كز ديليك يعني أمنية، يرينا جتر المسيلة بتحقيقها، يرينا جتر ماك إحضارها إلى مكانها يعني تحقيق. الجد أوه بيجي وبيحقق، يأتي ويحقق أمنية سلونكس. قال ديلين يعني نجاتي المسي تحقيقه لأمنية الفتاة. تشوزون بلومونو أولوشترور يتكون قسم الحل. يعني في قصة في القصة التي في الأعلى ما اسمها دائما أنساها، تساكشو، في قصة تساكشو يأتي الجد أوه إلى الفتاة ويقول لها تمني ماذا تريدين، فتتمنى وتعطيه أمنية ويحقق أمنيتها، وبذلك ينتهي أو يتحقق أو يتكون قسم الجزم. ديلك الأمنية. في نهاية القصة تأتي الأمنية. مصل الحكاية الرمزية أونلر إريميش مرادنا بيز تشكالوم كرافتنا. هم وصلوا إلى مرادهم لننسحب نحن إلى أمكنتنا. يعني خلصت توتة توتة، خلصت الحتوتة مليحة ولا توتة. أونلر إريميش مرادنا، أونلر وصل، هم وصلوا إلى غايتهم بيز تشكالوم كرافتنا، لننسحب نحن إلى أماكننا إلى مقاعدنا. درس يردمزون جزالري باشنا. درس خيره يردمز يعني وطننا، جزالري جميلاته أو الناس الحلوين في وطننا، باشنا على رأسهم يعني، والخير إن شاء الله يكون على الناس المنيحين اللي في بلدنا. جيبي مثل هل ديلك إي ديلك الأمنيات الجيدة الجميلة. بالديران كلبلش مش، بالديران التي تعرف، كلبلش مش يعني تقولبت، سوزلر كلمات، لا بهذه كلمات سومبولور تنتهي، يعني تنتهي الحكاية عبر كلمات مقولبة. مقولبة يعني أخذت قالبا عبر الزمان وتتكرر دائما بهذه الأمنيات، مثل هذه الأمنيات. هم وصلوا إلى مرادهم ولنذهب نحن إلى فراشنا، أو وإن شاء الله يأتي مثل هذا الخير على رأس كل شخص جيد في بلدنا، وهكذا وهكذا. تكون قد انتهت أجزاء المصل بلانو. الآن بعد المصل بلانو نأتي إلى الفبل. الفبل تشبه المصل كثيرا لكنها تكون منظومة شعرية. سنقرأ الآن خطة أو هذا الفبل، هذا مثال على الفبل سنقرأه في نهاية الدرس. لكن مخطط الفبل، خطة الفبل أين هي؟ أين أنت؟ أظن أنني قد قطعتها. نرجع هذا الفبل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. متين وتولري أوشكن متين هزرلت هذا الفضل بعده بقليل. فضل يا بوسط، بنية الفضل كما رأينا في ماذا؟ نعم، كما رأينا في المثل أيضا هنا سريم دوم تشوزوم أود، يوجد قسم ناقص. ما هو قسم في المثل؟ يوجد قسم تكلم، هنا كأنه لا يوجد. عندنا فقط سريم عرض، دوم العقدة، تشوزوم الحل، أود النصيحة. طيب فضلار سريم دوم تشوزوم أود bölümlerinde oluşur, bölümlerinden oluşur. El fabıllar, el hikayet التي تكون على شكل شعر غالبا تسمى فبل. سريم دوم تشوزوم اوت bölümlerinden oluşur, تتكون من اقسام العرض، العقدة، الحل، النصيحة. سريم، ما هو السريم؟ العرض كما تعرفنا عليه في المسألة سابقا. Kişiler kısaca tanıtılır. Kişiler, eşhas, kısaca bir şekil muhtasar tanıtılır. Yu'arrafuna, yu'arrafu alel eşhas bir tarika muhtasara. Olayın geçtiği çevre belirtilir. Olayın el hadise, rahne hikaye aleyha fil mesel. Geçtiği çevre, el bi'e li marret fiha el hadise, el bi'e leti marret fiha el hadise, el bi'e leti hasalat fiha el hadise, belirtilir, tuhaddad. Mesela kıssa ayna hadefet fil gaba, fil medine, fil beyt, في المطبخ، أين حدثت؟ يحدد هذا المكان في هذا القسم. أولاي باشلتلر، أولاي الحادثة، باشلتلر تبدأ، يعني يبدأ في سرد الحادثة. بعد ذلك نأتي فورا إلى الدوم، العقدة، تطشما أورتا يكونر، المشكلة تظهر، أورتا يكونر يعني توضع، توضع إلى الوسط، تظهر. وأولاي دوم لنير، أولاي الحادثة دوم لرين، وتتشابك الأحداث، تصبح تتشكل العقدة. olayın ayrıntılarına girilir. olayın ayrıntıları تفاصيل الحادثة girilir. يدخل إلى تفاصيل الحادثة. merak duygusu عاطفة الفضول yoğunluk kazanır. تكتسب كثافة يعني يزيد الفضول. ليرى القارئ ماذا سيحدث. يا ترى. çözüm الحل. القسم ما قبل الأخير الحل. بدأنا بالقصة، عرفنا بالأشخاص، بدأنا بسرد الحكاية، تشابكت الأحداث، ظهرت المشكلة، يأتي الجزم ثم النصيحة. الجزم الحل، ما هو الحل؟ دوم تشوزولر، العقدة تحل. تشاتشما سونا إيرر، التشاتشما يعني الخصام، سونا إيرر، سون النهاية، إرمك الوصول، والمشكلة تصل إلى النهاية. أولاي جنالكلا الحادثة بشكل عام beklenmedik bir sonuca bağlanır. Beklenmedik yani ما انتظرنا، غير منتظر. bir sonuca إلى نهاية bağlanır ترتبط. يعني ترتبط الحادثة بنهاية غير متوقعة. كنا نحكي، إذا كنا نسرد حكاية كنا نتوقع أن يموت هذا الشخص فيأتي أحد وينقذه. كنا نتمنى، نتوقع أن يحدث شيء فيحدث شيء آخر غير متوقع. آخر شيء تأتي الأود، النصيحة، الموعظة. أولايلا إلجلي، فيما يتعلق بالحادثة. أنا فكر أود بشمدة، أنا فكر الفكرة الرئيسية للحادثة. أود بشمدة بشكل نصيحة وريلير تعطى. يعني الأود تعطى على شكل نصيحة في نهاية أولايلا إلجلي أنا فكر. تعطى الفكرة الرئيسية للقصة على شكل نصيحة في النهاية. بو أود هذه النصيحة دها تشوك يعني غالبا بير أتسزو إلى أورتايا كونور، بير أتسزو إلى يعني عبر حكمة أورتايا كونور توضع. شو يعني حكمة؟ ما مقصودنا في الحكمة؟ الحكمة هي الكلمات المختصرة التي تعطي مفهوم. مثلا خبئ قشك الأبيض ليومك الأسود، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وهذه الحكم دائما تأتي حكمة، غالبا تأتي حكمة في، دائما تنتهي الفضل بنصيحة أو بالفكرة الرئيسية بنصيحة،
وغالبا ما تأتي هذه النصيحة على شكل حكمة. الآن نأتي إلى الأسد الذي وقع بالفخ وكيف أنقذته الفأرة. قصة جميلة، لذلك أرى في قراءتها فائدة. أصلاً لا فارة، الفأرة والأسد. هيركس هيركس ياردم إتملي. هيركس هيركس كل شخص لكل شخص ياردم إتملي، يجب أن يساعد. يجب أن يساعد كل شخص كل شخص. يجب أن يساعد الجميع الجميع. بامبيوك أوكوتشوك دممالي. بامبيوك أنا كبير، أوكوتشوك هو صغير، دممالي. يجب أن لا يقول أنا كبير وهو صغير. يجب أن يساعد الجميع الجميع، لا يقول أحد أنا كبير وهو صغير. İki masalım var bunun üstüne. İki masalım, عندي مسلين، عندي حكايتين، var يوجد، bunun üstüne فوق هذا. عندي حكايتين عن هذا. Başka da bulurum isteyene. Başka da bulurum أيضا أجد isteyene للذي يريد. عندي حكايتين عن هالموضوع، أنه يجب أن يساعد كل شخص كل شخص، ولا يجوز أن يقول أحد أنا كبير وهو صغير أو أنا صغير وهو كبير، لا، الجميع يساعد الجميع. وعندي قصتين عن هذا، والذي يريد أكثر أيضا أجد له أكثر. باشكا دبولوروم أجد أيضا شيئا آخر استيانا للطالبين. أصلا توبراكلا أوين يورمش بيرجون. أصلا الأسد توبراكلا بالترابي أوين يورمش بيرجون. كان الأسد يلعب في التراب يوما ما. بيردا بكمش بنتشسندا بيرفارا. بيردا بكمش نظر بنتشسندا بيرفارا، فوجد فأرة قد وقعت في الفخ. أصلا يركليمش أجن. أصلا الأسد أصلا يركليمش كان ذو قلب أسدي أجن في ذلك اليوم. كان الأسد ذو قلب أسدي في ذلك اليوم، يعني كان الأسد قلبه حنون في ذلك اليوم. وهكذا كيامومش جننا بركمش يرا. عفوا بنجسنا أظن مخلبه. أمسك الفأرة بمخلبه. بير دبكمش بنجسن دا بير فارة. المهم بنجة هي المخلب. الأسد كما نقول لم يساعده قلبه على قتل الفأرة وهكذا. قيام مش جننا يعني ما سخي فيها، لم تطاوعه نفسه على قتلها. برك مش يرى تركها إلى الأرض. غالبا هو يمشي وعلقت في مخلبه، فلم تطاوعه نفسه على إذائها فتركها. بوشنا جتم مش بوئيلي. بوشنا إلى فراغ. جتم مش لم تذهب إلي، لم يذهب هذا العمل، عمل الخير هذا إلى فراغ. عمل الخير لم يذهب، ما راح الفاضي. لم يذهب عمل الخير هذا هراء. لم يذهب عمل الخير هذا بلا فائدة. كي من أقلنا جلير. على عقل ماذا يخطر؟ على عقل من يخطر؟ مين بيخطر على باله؟ كي من أقلنا جلير. على عقل من يظن؟ كي من أقلنا جلير من يظن؟ فارن أصلنا إيلك إذا جاي. فارن الفأرة أصلنا للأسد إيلك إذا جاي، أنها ستعمل الخير. من يظن أن الفأرة ستقوم بفعل الخير أو ستساعد الأسد؟ هل من الممكن للفأرة أن تساعد الأسد الكبير؟ اتمش اشتا همدا جنن كورتارمش. اتمش اشتا لقد فعلتها، يعني لقد ساعدت الفأرة الأسد همدا جنن كورتارمش. حتى أنها همدا، يعني حتى أنها جنن كورتارمش حفظت روحه، حمت روحه، أنقذت روحه. يعني لقد ساعدت الفأرة الأسد حتى أنها أنقذته من الموت. جنن كورتارمش جنن بيريندا. أصلا günün birinde في احد الايام. اصلان الاسد biraz çıkayım derken ormandan. derken عندما قال biraz çıkayım لاخرج قليلا ormandan من الغابه. في احد الايام قال الاسد لاخرج قليلا من الغابه. düşmüş bir tuzağa. düşmüş سقط. bir tuzak bir tuzağa الى tuzak. tuzak هو الفخ. سقط الاسد في الفخ. ağlar içinde kalmış. ağ şebeke içinde داخلها kalmış. بقي في داخل شبكة. سقط في الفخ، حبس بشبكة. كوكرمش درمش بوشنا. كوكرمش درمش يعني استمر في الكوكرمك، الحركة السريعة.
كما نقول فالحصى بوشنا بلا فائدة على الفاضي. ككرمش درمش بوشنا تحرك كثيرا بلا فائدة. بركت فار أسطى يتشمش إمدادا، بركت فار أسطى هذه الفأرة المباركة يتشمش إمدادا، يتشمش يعني أدركت إمدادا للمساعدة، أدركته الفأرة لمساعدته بوئش ككرمكلا ديل كمير مكلا أولور دمش. ماذا قالت الفأرة؟ قالت الفأرة بوئش هذا العمل، يعني أنت سقطت في أنت سقطت في الفخ والشباك حولك وتريد أن تهرب أن تتخلص من هذا الفخ، هذا التخلص لا يكون بالحركة السريعة. بوئش ككر مكلا بالحركة السريعة ديل كمير مكلا أولور، كمير مك هو القضم البطيء السريع، ليس البطيء السريع عفوا، القضم القليل المتواصل. بوئش ككر مكلا ديل ليس بالحركة السريعة، كمير مكلا أولور ديمش يكون بالكمير مك بالكمير مك بالقضم، يعني الفأرة هي ماهرة جدا بالقضم. باشلمش إنججيك ديشلريني إشلت مايا، باشلمش بدأت باشلمش بدأ إنججيك ديشلري، إنججيك الناعمة الرقيقة، ديشلري أسنانها إشلت مايا بالعمل، وبدأت أسنانها الرقيقة الناعمة في العمل يعني في القضم. gelmiş ipinin hakkında kıtır kıtır، gelmiş ibinin ipin hakkında، gelmiş جاءت ipin hakkında بحق الخيط kıtır kıtır، يعني أنهت الخيط بالقضم kıtır kıtır، نهسة نهسة قطعة قطعة قضمة قضمة. bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır، bir ilmik يعني آخر قطعة من الخيط من خيط الشبكة، كوبونجا عندما انقطع آدان هير مكالر، عندما ينقطع خيط الشبكة خيط واحد فيها هل يبقى فيها خير، يعني هل تستطيع أن تعمل شيئا، الشبكة إذا انقطع أحد خيوطها تصبح بلا فائدة. هير مكالر بير إملك كوبونجا آدان من الشبكة هير مكالر، إذا انقطعت الشبكة هل يبقى فيها خير، صبر براز صبر اصبر براز ده زمان قجتن أفكدن ده هايمان. هذه الحكمة من القصة، صبر اصبر براز ده زمان شيء من الوقت قجتن أفكدن ده هايمان، يعني الصبر المستمر أفضل ومفيد أكثر من القج ومن الأفكة، صبر قليل مع عمل متواصل ينفع أكثر بكثير من القوة والغضب. عندك قوة شديدة تغضب تضرب يمينا وشمالا أيها الأسد فلا يتحقق شيء وتبقى محبوسا داخل هذه الشبكة، لكن عندما تعمل الفأرة الصغيرة بصبر وتأخذ وقتها وتقضم الشبكة خيطا خيطا فإنها تقطعها ولا يبقى في الشبكة خير ولا تستطيع الشبكة أن تحبس الأسد. لا فونتين لا فونتين دن مصلر من حكايات لا فونتين ويار ليان يعني الذي نظمها صباح التين أيوب أولو، نعيد قراءتها بلا ترجمة بعد أن ترجمناها، يعني مفيدة جدا للحفظ، من حفظها تقوى لغته كثيرا. أصلا لفارة الفارة مع الأسد هركس هركس ياردم اتملي بن بيوك أو كوچوك دمملي إكي مصالم وار بنون أستنا باش كده بولورم استيانا. أصلا توبراكلا أوينيورمش بير جون بير دباكمش پنچسيندا بير فارة. أصلا يوركليمش أو جون kıymamış canına bırakmış yere boşuna gitmemiş bu iyiliği kimin aklına gelir farenin aslana iyilik edeceği etmiş işte hem de canını kurtarmış günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa ağlar içinde kalmış kükremiş durmuş boşuna bereket fare usta yetişmiş imdada bu işi kükremekle değil kemirmekle olur demiş başlamış incecik dişlerini işletmeye gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır bir imlik kopunca ağdan hayır mı kalır sabır biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman
صبر biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman صبر biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman الله يرزقكم الصبر والعمل المتواصل على الدراسة بشكل يومي ومتواصل دراسة متواصلة أفضل بكثير من هجمة على الدروس قبل الامتحان بيوم كل يوم نقضم من الدرس قليلا كل يوم نلتحم صفحتين أو ثلاثة نأتي إلى الامتحان ونحن قد أنهينا دراسة كل شيء لكن إذا أتينا وجمعنا كل شيء قبل الامتحان وقبل الامتحان لم ننام الليل ولم نأكل في النهار فهذا لا يفيد كثيرا لأن الدراسة تحتاج إلى زمان صبر برصد زمان جدا أفكدا